أبهج المقرئ الشاب عبد العزيز حيم ابن ولاية المسيلة الذي حل بوهران كضيف الشرف أبهج أسماع وقلوب الحاضرين لحفل تكريم فرسان تاج القرآن الكريم لهذه السنة ولطبعات السابقة بقاعة سينما المغرب من تنظيم جزائر الخير وبالتنسيق مع الديوان الوطني للثقافة والإعلام. الحفل التكريمي نظم على شرف فخر وهران والمتوج بجائزة تاج القرآن الكريم لعام 2023 الطالب عماد نعوس. التغطية لكريمة صباك. هو الذي تفضل بإهداء هذه اللوحة الجميلة للأختي. وجدنا حفاوة استقبال من ناس وهران ما شاء الله. أقول لكم من هذا المنبر جزاكم الله كل خير وبارك الله في جهودكم، ونشكر كل من ساهم وساعد في إنجاح هذا الحفل البهيج. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله وأن وفقني الله سبحانه وتعالى وأن توجت بالمرتبة الأولى في مسابقة تاج القرآن الكريم، وذلك بفضل الله وبفضل الوالدين الكريمين وبفضل شيخي شيخ فضيل حفظه الله تعالى. والحمد لله أن شرفت وهران أحسن تشريف، والله شعور لا يوصف. أقامت هذا الحفل البهيج والكريم احتفاء بابن وهران وفخر وهران وفخر الجزائر ابننا عماد نعوس ابن مدرسة ورش التابعة لجمعية جزائر الخير. إن هذا الولد عماد نعوس الذي شرف وهران هذه السنة نسأل الله تعالى أن يجعله قدوة للشباب.